مع المشاهير. كونوا معنا كل أسبوع يوم الجمعة بين الساعة 9 والعاشرة مع برنامج مع المشاهير. إعداد وتقديم علاء الجوهري، عبر كلام صوت الحلم وراديو المشاهير اللبناني. مع المشاهير. عليك من راديو تلفزيون المشاهد اللبناني، شفناك الضحكة الحلوة، بتزرع الضحكة الحلوة على طول. رولا شمية، أنت إنسانة رائعة جدا، كونك مشاركة اليوم بالسلب الفيديو، خبرينا شو ضاف لك هالبرنامج، ضاف لرولا كونه عمل إنساني جدا، وقديه مهم بحياة الفنان العمل الإنساني. أول شيء هيدا أهم شغلة، لأنه مرات بتوصل صوتك لو أنت فنان، بتوصل صوتك ما بيوصل كثير بهالسرعة مثل ما بيكون ببرنامج هالقد أخذ أصداء وهالقد واصل يعني بكل الدول العربية. اكسبيرينس كتير مهمة لألي، اكسبوجر أكبر، لأنه طبعا ام بي سي مصر عم تعرض، ام بي سي 2 بمصر، ام بي سي 4، يعني في صار في أكتر اكسبوجر للعالم العربي اللي ما بيعرفوا بعد الكوميدي بلبنان، لأنه مش كلهم يفهموا نفس السكتشات والهيدا. بس أنه بعنتلي أنه كانت اكسبيرينس كتير حلوة، إن شاء الله نكفي لنشوف لهمتا. هذا بتعمل كده صوت الحلو فكرة تغني؟ أكيد لا لا، بستعمله بشغلي بالمسرحية بمسلسلاتنا، بس مش بالغناء. أكيد حيث لك من راديو تلفزيون المشاهير لبنان، مدعي لك بالتوفيق على طول. شفت حضري حاليا كمان في أعمال كوميدي غير عم حضر من بعد هيدا، أكيد شيء كتير جديد ولذيذ، كمان أخصه بالمرأة العربية، فإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يزبط. ما بدي كتير أحكي فيه لحتى يكون هيك مفاجأة حلوة، وبقول لكم مرسي بوكو، يعطيكم ألف عافية.